اخوان السلام عليكم صباحكم مبروك. الصوت راه بقى يشرك هذا لكن حنا يلاه تعلم الهضره راه اصابه خطيره الاخوان وباقي حتى كندوك هما الاخوان هذا هو خويا مصطفى اش عندي غادي ندير كونترول ان شاء الله طنجه نتونا الاخوان طيب دابا كيتسنى فيا ماشي ان شاء الله يدير لنا كونترول ورا صراحه حتى رتعجب وشافني اول مره تعجبت هادي شي ورشاله شي حاجه الاخوان الله يستر شي حاجه الله يحفظنا الله يستر واش الاخوان ولا حل راسهم متحرك ولكن راه الحمد لله راكم ماشي كنت في الاول ترى البصره مفرقه كتشوف السنه كيبانوا الداخل نرى ترى الحمد لله شفنا شكر والله شفنا حمد الله وشكر ولكن راه غادي يبقى يحسن الاخوان راه رجع يحسن منك هادشي كلشي غير حيد ما يبقاش هادشي كامل ما يبقاش ان شاء الله ورجع معاكم كيف ما كنت عاوتاني هو كاين السفر والمغامرات وهاد المرة السفر زيدنا غزة حتى المرة الاخوان السفر يكون خارج البلد باش يعيشوا معايا الجو الاخوان السلام عليكم صباحكم مبروك الصوت راه ما بقاش راه كان هضر لكن حنا يلاه كتعلم الهضرة راه اصابة خطيرة الاخوان وباقي حتى كندوك هما الاخوان هذا هو خويا مصطفى اش عندي غادي ندير كونترول ان شاء الله بطنجة نتونا الاخوان طيب دابا كيتسنى فيا ماشي ان شاء الله يدير لنا كونترول ورا صراحة حتى رتعجب وشافني اول مرة تعجبت هادي شي ورشالة شي حاجة الاخوان الله يستر شي حاجة الله يحفظنا الله يستر واش الاخوان ولا حل راسهم متحرك ولكن راه الحمد لله راكم ماشي كنت في الاول ترى البصرة مفرقة كتشوف السنة كيبانوا الداخل نرى ترى الحمد لله شفنا شكر والله شفنا حمد الله وشكر ولكن راه غادي يبقى يحسن الاخوان راه رجع يحسن منك هادشي كلشي غير حيد ما يبقاش هادشي كامل ما يبقاش ان شاء الله ورجع معاكم كيف ما كنت عاوتاني هو كاين السفر والمغامرات وهاد المرة السفر زيدنا غزة حتى المرة الاخوان السفر يكون خارج البلد باش يعيشوا معايا الجو الاخوان السلام عليكم صباحكم مبروك الصوت راه ما بقاش راه كان هضر لكن حنا يلاه كنتعلم الهضرة راه اصابة خطيرة الاخوان وباقي حتى كندوك هما الاخوان هذا هو خويا مصطفى اش عندي غادي ندير كونترول ان شاء الله بطنجة نتونا الاخوان طيب دابا كيتسنى فيا ماشي ان شاء الله يدير لنا كونترول ورا صراحه حتى رتعجب وشافني اول مره تعجبت هادي شي ورشاله شي حاجه الاخوان الله يستر شي حاجه الله يحفظنا الله يستر واش الاخوان ولا حل راسهم متحرك ولكن راه الحمد لله راكم ماشي كنت في الاول ترى البصره مفرقه كتشوف السنه كيبانوا الداخل نرى ترى الحمد لله شفنا شكر والله شفنا حمد الله وشكر ولكن راه غادي يبقى يحسن الاخوان راه رجع يحسن منك هادشي كلشي غير حيد ما يبقاش هادشي كامل ما يبقاش ان شاء الله ورجع معاكم كيف ما كنت عاوتاني هو كاين السفر والمغامرات وهاد المرة السفر زيدنا غزة حتى المرة الاخوان السفر يكون خارج البلد باش يعيشوا معايا الجو الاخوان السلام عليكم صباحكم مبروك الصوت راه ما بقاش راه كان هضر لكن حنا يلاه كنتعلم الهضرة راه اصابة خطيرة الاخوان وباقي حتى كندوك هما الاخوان هذا هو خويا مصطفى اش عندي غادي ندير كونترول ان شاء الله بطنجة نتونا الاخوان طيب دابا كيتسنى فيا ماشي ان شاء الله يدير لنا كونترول ورا صراحه حتى رتعجب وشافني اول مره تعجبت هادي شي ورشاله شي حاجه الاخوان الله يستر شي حاجه الله يحفظنا الله يستر واش الاخوان ولا حل راسهم متحرك ولكن راه الحمد لله راكم ماشي كنت في الاول ترى البصره مفرقه كتشوف السنه كيبانوا الداخل نرى ترى الحمد لله شفنا شكر والله شفنا حمد الله وشكر ولكن راه غادي يبقى يحسن الاخوان راه رجع يحسن منك هادشي كلشي غير حيد ما يبقاش هادشي كامل ما يبقاش ان شاء الله ورجع معاكم كيف ما كنت عاوتاني هو كاين السفر والمغامرات وهاد المرة السفر زيدنا غزة حتى المرة الاخوان السفر يكون خارج البلد باش يعيشوا معايا الجو